لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى فنجي من نشاء، وتأويل الكلام فننجي الرسل ومن نشاء من عبادنا المؤمنين إذا جاء نصرنا. عن ابن عباس فننجي من نشاء، فننجي الرسل ومن نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل فدعوا قومهم وأخبروهم أن من أطاع نجا ومن عصاه عذب وغوى، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول ولا ترد عقوبتنا وبطشنا بمن بطشنا به من أهل الكفر بنا عن القوم الذين أجرموا فكفروا بالله وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنده. مكتوبة بطشنا به من أهل الكفر بنا وعن القوم الذين أجرموا، الواو دي زيادة. في النسخة الإلكترونية في أصل في النسخة المطبوعة من غير الواو، وده سياق الكلام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها كما روى البخاري عن عروة بن الزبير ابن الزبير عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا، فقالت عائشة كذبوا، فقلت فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن، قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك.
عن الزهري قال أخبرنا عروة، فقلت لعلها قد كذب مخففة، قالت معاذ الله. استعاذت عائشة كما رضي الله عنها لأنها لم تسمع القراءة الأخرى فظنت عدمها، كما وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع رجلا يقرأ على خلاف القراءة التي أقرأها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بتلابيبه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ، فقال هكذا أنزلت، وقال لعمر اقرأ فقال هكذا أنزلت. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقد أنكر عمر ابتداء عندما سمع قراءة أخرى، فكذا قالت عائشة، ولا يقدح ذلك في القراءة التي ثبتت بالأسانيد الصحيحة والموافقة لرسم المصحف ووجه اللغة العربية والمعنى كذلك. هي ظنت معنى معينا ليس هو الذي عليه فسر ابن مسعود وابن عباس، وهي أنها ظنت أن الرسل شكت أو أصابها ظن أنها أن ما وعد به قد أخلف. وكما ذكرنا هذا في الخواطر لا يعصم منها الرسل، كما ذكرنا ذلك في قوله عز وجل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولكن الله يذهب ذلك عنهم بكمال توكلهم. فاستعاذتها من ظن غير صحيح في معنى القراءة الأخرى، فأنكرت القراءة وهي الثابتة. قال وقال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، خفيفة يعني مش مشددة، كذبوا. قال عبد الله وابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس كانوا بشرا، وتلى ابن عباس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته، وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، يعني لم يشك قط، علم أنه سيكون. وكما ذكرنا الخواطر المدفوعة ليست بشك ولا يؤاخذ الله بها. قالت ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، مثقلة للتكذيب. وروى ابن أبي حاتم سنده عن يحيى بن سعيد قال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فقال القاسم أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبتهم أتباعهم. إسناد صحيح أيضا. والقراءة الثانية بالتخفيف كذبوا، واختلفوا في تفسيرها،
فقال ابن عباس ما تقدم كانوا بشرا. وعن ابن مسعود فيما روى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. اسنده صحيح. عن أبي الضحى مسروق عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال عبد الله هو الذي تكره. كل مسروق لأن ما الذي يكرهه مسروق؟ يكره أن تكون الرسل قد ظنت بربها أنه أخلفها، فقال له هو الذي تكره. وأن لازم تعرف أن الرسل بشر تأتيهم خواطر كما تأتي كل البشر ليكونوا أسوة في تثبيت المؤمنين إذا أتتهم هذه الخواطر، ولا يحصل لهم اليأس والقنوط وظن أنهم قد هلكوا إذا أتتهم هذه الخواطر. فالإنسان عندما يأتيه هذه الخواطر يضيق ويظن نفسه قد كفر ويظن نفسه وهو ليس بصحيح لأنه يكره هذه الخواطر. فلذلك ظن ابن أبي مليكة، أقصد ظن المسروق، أن هذا لا يليق بالرسل كما قالته عائشة. بس الفرق بين أن هذا ظن راجح ده اللي نفته عائشة، أو شك ده اللي نفته عائشة، أو مجرد خواطر وظن مرجوح يرد فلا يأثم الإنسان به. ولذلك قال ابن عباس كانوا بشرا. فأكبر إمامين في التفسير عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس، وكلاهما فسرها إيه؟ قرأها قد كذبوا وفسرها أن الرسل ظنت ذلك، أي وقع في قلبها وعافاها الله عز وجل بالتوكل عليه واللجوء إليه. والإسناد صحيح. يقول هذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي عبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله. وروى ابن جرير بسنده عن أبي حرة الجزري قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا أو كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلك. لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا. يعني مسألة واحدة في آية تريح القلب على هذا الوجه من التفسير، يستريح بها من لا يحتمل الأخرى، مع أن كل ذلك صواب. قلنا تعدد القراءات اختلاف تنوع، وتعدد تفسيرها اختلاف تنوع.
قال: ثم روى ابن جرير أن مسلم ابن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه هذا الجواب بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. شوف التابعين في حسن ظنهم بالرسل إزاي الرسل كده، وعشان كده كان مسروق يكره ذلك ومسلم بن يسار يكره ذلك مش جاية معاهم. ففسرها ابن عباس وتلميذه النجيب سعيد بن جبير بما أزال عنهم هذا الذي لا يحتملونه. قال: وكذا هكذا روي عن غير وجه من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك. وكذا فسرها مجاهد ابن جبر وغير واحد من السلف، حتى إن مجاهد قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا ورواه ابن جرير، إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. وأما ابن مسعود، يعني الرواية الثانية عن ابن مسعود بخلاف قوله لمسروق هو الذي تكره، شعرنا ابن عباس قال كانوا بشرا، دي الرواية في الصحيحة ثابتة، والرواية الثانية ليظن المرسل إليهم، ومنهم من يجعل ظن أتباع الرسل. قال: وأما ابن مسعود فروى ابن جرير عن تميم بن حذلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف. فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس، وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك، وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه، والله أعلم. وكأن ابن كثير بيميل إلى رأي ابن جرير، ونحن لسنا مع الإباء لهذا القول والتزييف له، خصوصا مع ثبوته عنهما رضي الله تعالى عنهما. ولكن لكل وجه، وجمع هذه الأقوال يوضح لنا يعني المعنى الكامل للآية، الصور المتعددة، لأنها تناولت حال الرسل وحال بعض أتباعهم وحال البعض الآخر وحال القوم المرسل إليهم المكذبين للرسل في جميع الأحوال. فالرسل قد استيقنوا أن قومهم كذبوا وظنوا أن أتباعهم من شدة الفتنة قد كذبوهم وارتدوا، وأن بعضهم حصل منهم كده، ووقعت في قلوبهم خواطر من تأخير النصر أنهم قد كذبوا، مع أن هذا لا يلزم منه الشك في وعد الله، ولكن قد يكون ذلك لأن الإنسان لم يستوفي ما عليه ولم يؤدي ما وجب عليه، فيكون قد أخلف بسبب منه من العبد لا من الرب سبحانه وتعالى على أي الأحوال. وأما أتباع الرسل فهم أنواع، منهم من ظن ذلك وقع في قلبه أيضا، ولكنه أكثر مما وقع في قلوب الرسل، وبعضهم وقع في الفتنة فعلا وارتد. وأما الأقوام المرسل إليهم فحالهم أسوأ حال، يؤس من إيمانهم لطول تكذيبهم، وهم ازدادوا فوق التكذيب الأول
ظنهم أن الرسل قد كذبت وقد أخلفت ما وعدت، فعند ذلك بعد طول انتظار يأتي وعد الله ونصره. سنذكرها تفصيلا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.